وصلنا لختام فقراتنا لهذا الصباح مع مهندسة الديكور رشا الحلواني حتى تحدثنا أكثر عن الفاير بليس أو المدفأة الموجودة بالمنزل. كلنا بنعرف قديش هي تضفي جمال على المنزل بالإضافة أكيد للدفى اللي بتعطينا إياه. بدنا نصبح أكيد على المهندسة رشا. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا. هلا صارت هي يعني شيء حلو جميل في البيت بالإضافة إلى أنها بتعطي دفى، لكن شو آخر الأشياء الحديثة اللي صارت على الفاير بليس، وخاصة بنعرف في الخدع البصرية بتكون فيها؟ هلا الفاير بليس هي عنصر كتير حلو بالديزاين، يعني إحنا لما بنكون في عنا بروجكت فيها فاير بليس يعني دائما بنحاول نحط الفوكل والتركيز على الواجهة اللي فيها الفاير بليس، لأنه هي تعتبر زي كأنها تحفة فنية وممكن نعملها نفس معاملة التحفة الفنية زي كأنك حاطة سكالبتشر أو تمثال بالبيت أو لوحة كتير فخمة، فكتير بنعطيها اهتمام وتركيز بالنسبة للتصميم وبنلفت النظر إلها. وين مفروض رشا الفاير بليس تنحط بالبيت؟ يعني بتلاقي يعني هل إلها لازم يكون منطقة محددة في البيت بتفضلوا كمهندسين ديكور؟ أنا شخصيا بحب إنها تكون ماخدة مركزية، يعني بالنظر انه مثلا اذا كان في عندي سفره تكون ماخذه مركزيه للسفره، اذا غرفه جلوس تكون ماخذه مركزيه بغرفه الجلوس، انه مكانها يكون قوي ومحوري. وما بفضل الشيء كثير ناس متعارف عليه وبحب يعملوه انه يحطوا التلفزيون والفاير بليس قطعتين فوق بعض، لاني بحس انه هي قطعه جاذبه للنظر وهي قطعه جاذبه للنظر، ما بحب انه ياخذوا من قوه بعض، بحب افصل هي لحال وهي لحال. صح. الصور احنا معنا صور. الفاير بليس طبعا، بس هيك بدي احكي بسرعه على اساس ما ناخذ كثير من وقت الجمهور. الفاير بليس احنا معروف عنا التقليدي اللي احنا كلياتنا بنعرفه، اللي سهل تكلفه مساواته سهله، اللي هو الطوب الحراري. وهو شيء كثير حلو عشان بيعطي منظر النار وبيعطي ريحه النار وبيعطي صوت النار. المشكله هذا فيه له شويه مساوئ، واحنا كمهندسين وكنظام تدفئه هلا كثير مهم التدفئه، عنا بعمان كثير الاجواء بتصير برد. صح. كنت حابه الفت نظر على انواع مختلفه من الفاير بليسز غير التقليديه اللي احنا بنعرفها. في اكثر كفاءه فاير بليسز اللي هم بيجوا الصب المعدني الجاهز اللي بيجي لهم باب ازاز، هدول بوزعوا حراره كثير اعلى وكفاءتهم كثير اعلى من الفاير بليسز التقليديه المتعارف عليها. نسبه الكفاءه ممكن توصل ل 80%، مع انه الفاير بليس العاديه المتعارف عليها الطوب بتكون كفاءتها 60%، هذا طبعا حسب المساحات اذا عم نحكي عن نفس المساحه ونفس المكان. تمام. لانه الهواء السخن احنا زي ما بنعرف معظمه بيطلع بالاسطوانه المنفذه للفاير بليس، احنا ما بدنا نضيع الحراره فيها، فبيكون موزع كثير جيد. وهلا بالتكنولوجيا الجديده قدرنا نستعمل الفاير بليسز بطريقه كثير بتعطي كفاءه حراريه للبيت عاليه، صار ينحط عليها مراوح، صار ينحط عليها موزعات، ممكن الفاير بليس توزع لثلاث غرف حراره. ممكن تدفي تدفئه البيت والمي السخنه تاخذيها برضه من الفاير بليس وتسخين الحطب تبعها. وفي كمان ماده جديده حابه الفت نظر لها للجمهور اسمها بلات، هي مش حطب زي حطب الخشب اللي احنا متعارف عليه. البلت هو عباره عن خليط كامل من الحطب والجفت والجاره الخشب، بيجي جاهز مصنع جاهز وطريقه تشغيله كتير سهله. طيب رح نحكي عن طريقه تشغيله مهندس رشا، بس لازم نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل. ايه هلا نعود لكم مشاهدينا بعد موجز الأخبار والحديث مع المهندسة رشا الحلواني وهي مصممة ديكور، وكنا بنحكي عن الفاير بليس، توقفنا قبل الموجز عند تشغيله. كنا عم نحكي عن الباليتس، طريقة تشغيلهم كتير كانت سهلة وبسيطة، هي عبارة بتشعل بس بشعلة نار، يعني إذا كان الفاير بليس أوتوميتد يعني بكبسة زر على الريموت أو على الفاير بليس بتشعل، لا بدنا جرايد ولا بدنا مشعلات ولا شيء، وهي مادة جدا صديقة للبيئة كمان وبتعطي كفاءة كتير عالية كتير أعلى من الحطب. والحلو فيها أنه ممكن أنت من كتر ما هو سرعة احتراقه بطيئة وبتعطي شعلة كتير عالية، ممكن تقومي بتغذية الفاير بليس بهاي المادة كل 3 أيام،
فتخيلي قد ايه سهوله انك تشعلي الفاير بليس وتخليها شغاله وتعطي كفاءه بنفس الوقت. يعني ما في خشب، ما في حطب ممكن، هي عباره عن خليط من كل هاي الاشياء. كمان شوي يمكن تظهر صورتها معنا على عشان حابه اعرف الناس عليها. هم حط صالن كثير من الصور تبعت الفاير بليس، بس مش عارفه اي بس كفاءتها وتوفير الطاقه. يعني احنا ما بدنا نبين للناس انه هي شيء كمالي او مثلا جمالي في البيت، إلها كفاءة في توفير الطاقة الفاير بليس. إجمالا أكيد 100%. هلأ إذا أنت قدرتي تستعملي المادة المحترقة الصحيحة واستعملتي نوع الفاير بليس الصحيح، في أنواع كفاءة كتير عالية بتغني عن كل أنواع التدفئة، بتقدري تدفي البيت كله. يعني تدفي مثلا الغرفة الرئيسية. أيوة هذا هو البليت بالضبط. تمام، عشان بس شايفه كيف شكله، بيعطي النار زي الحطب بالضبط، يعني ما بيختلف شكلها. حلو يعني حتى بتعطي شكل حلو ونظيفه. يعني طلبت اميها بايدك بتحطيها، ما بدها، ما في هرهره، ما في وسخ، ما في جمع فيها حشرات، كل هاي الاشياء اللي بنعاني منها. في سؤال بس مهم. هلا بنعرف احنا يمكن بالفاير بليس لازم يكون في تمديد يعني للفاير بليس، للمدفأة تبعت الفاير بليس. هي هاي الفاير بليس الأصلية اللي عم نحكي تستخدم للتدفئة مش بس كمنظر في البيت. أي شيء بده مدخنة فهو عم بيعطينا كفاءة عالية لأنه فيه اشتعال عالي. بالضبط. فيه عم تحطي نار عم تشعلي. هلأ في أساليب تانية، مثلا إذا حدا حابب يحط فاير بليس ببيته بشقة، مش دائما انت بتقدري تحطي مدخنة، ما حد يعني مش إشي سهل انك تضيفي مدخنة لبيته. في طبعا بدائل بس كفاءتها بتكون اقل، فهي بتعطي جماليه واجواء اكثر من انها بتعطي حراره. بتعطي حراره بنسبه 9، يعني كفاءتها 9% ممكن توصل، مع انه احنا عم نحكي عن الفاير بليس عاديه ممكن من 30 ل 60%، وال 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 والسكب والصب ممكن توصل لحد 90% كفاءتها. فتخيلي من 9% ل 90%. هلا الجماليه في عنا منهم اوت دور، في عنا منهم اندور، ممكن تحطيها فري ستاندينج، ممكن تحطيها طاوله بنص غرفه الجلوس، ممكن تحطيها على حيطه رفيعه. في منها عده انواع، في منها نوع اللي بيشتغل على الغاز، في عنا النوع اللي بيشتغل على البايو ايثولين، وفي عنا النوع اللي بيشتغل بس على الكهرباء وبيعطي منظر. هذا طبعا ما بيعطي حراره نهائيا، هو بس بيعطي منظر. بالنسبه للغاز والبايو ايثولين، بايو ايثانول البايو ايثانول ماده كثير صديقه للبيئه. الغاز شوي خطورته بتكون اعلى. البايو ايثانول هي ماده سائله، يعني ماده محترقه سائله. في طريقتين لانه نحطها، في طريقه اللي بتحطيها مباشره وبتشعليها مباشره، في انواع من الفاير بليس بيكون في لهم تانك خاص بتحطيها عن طريق التانك وما بتلامس النار مباشره، هي بتشتغل عن طريق الغاز اللي بيطلع منها. تمام. هي اكثر وحده سيف وما بتطلع ريحه نهائيا. وحتى الغاز والمشتعل، هدول كل المشتعلين بتقدر كمان تحطي لهم نوع مدخنه. اذا حطيتي لهم مدخنه بيعطوا كفاءه اعلى. اعلى. فهمت عليك. في ناس بحطوا لهم شفاط، بس اكثر شيء المدخنه كمان ممكن نحط لها وتعطي كفاءه اعلى. تنظيفها كثير سهل. هدول ما بدهم تنظيف، ما بدهم شغل. اما الفاير بليس العاديه التقليديه سواء كانت الصب او الطوب الحراري، هدول بدهم شغل، بدهم تنظيف ما بعد وبدهم تنظيف قبل. كل ما شغلتيها بدك تنظفيها ولا ممكن تنظفيها يعني من موسم لموسم، ولا كل ما نظفتيها بدك تشغل التراديشنال التقليديه؟ بدها دائما تنظيف. بدها دائما تنظيف، يعني الجمر بعدين بس يطفي وكل هالاشياء رماد. ويمكن وبدك مكان للستور كمان الحطب. بالزبط. يعني ويمكن هي مو صديقه كثير للبيئه التقليدية. البلت صديق للبيئة. الحطب العادي لا، أكيد لا، عم نقطع الأشجار عشانه وكل هاي الأشياء. طب طريقة تخزين الخشب، هل لازم مثلا ناخذ بعين الاعتبار الرطوبة، التفاصيل هاي؟ أكيد أكيد. ونوع الخشب، كل أنواع الحطب لازم تكون نسبة الرطوبة فيهم 20% أو أقل. عدا عن ذلك فهو على الفاضي، يعني ما بضلك تصرفي 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 وما عم بيعطيك طاقة وبضل يحترق احتراق سريع. حتى ما بيشعل، يعني انه بيغلب لا يشعل. طب رشا، تكلفة اذا بدنا نحكي حتى مش عن الحطب، عن قلتيلي الباليتس اسمهم الجداد اللي هم اصدقاء للبيئة، لانه عن جد حرام كمان نقطع الخشب برضه والاشجار عشان المدفأة. تكلفتهم كيف؟ هلا هو تكلفته اعلى، لكن مع الصرف تكلفته جدا اقل. يعني اذا بدنا نطلع ايش اوفر شيء نستعمله على المدى، البلات هو اوفرهم، هو بالسعر اليونت برايس اغلى تقريبا. ناخذ البرايس يعني الرينج تاعها
بعرف حسب يمكن حسب كبرها شكلها حسب ما هو باكس بيجوا هيك واسعار السوق بتختلف تركيبها يعني. صعب يعني بحاجه لوقت لتمديدات داخل المنزل ولا لا؟ ما هو حسب كمان اذا كنت عم تستعملي الجاهز في منهم مجرد انك بتحطيها كيف بس. لم مجرد انك تحطيها وبتشغل إن على اي نوع عم تحكي بس البلت البلت هو اكياس بتيجي جاهزه بس بتقدري تستخدميها بنفس المدفأة التقليدية بس استخدام البلت انت قصدك بدل الحطب ما بدك مكان ستور للحطب شكلها المختلف اوكي هي أوكي. مادة مشتعلة يعني هي بدل الحطب تمام فهمت عليكي هو هذا اللي قلتي انت بيعطي تدفئة زيادة بس سؤالي مثلا انا اللي بسأله طريقة تركيبها نفسها للغير التقليدية داخل المنزل بحاجة الى مثلا تمديدات وورشه قصدك الغاز لا هدول تشتريهم زي كانك عم تشتري قطعه فرنتشر هلا انت حابه في منهم بيجوا جاهزين في عنا بالصور مثلا بتيجي طاوله جاهزه فيها فرنتشر زي البيضه زي ما هي هلا حابه تعملي ديكور مثلا تحطيها ضمن جدار تلبسيه رخام تلبسيه خشب يعني مع شغل النجاره وشغل الديكور نفسه يعني بس هي عباره عن كمان قطعه بس تتركب تركيب كثير سهل تركيبهم الشكل الاشكال الجديده للفاير بليسز هلا يعني يمكن زمان كنا بنشوف بيستخدموا الجرانيت انواع معينه يمكن من الرخام هلا لسه هاي الامور ولا دخلوا اشكال جديده والوان جديده شوف الكفر الغطاء النهائي للشكل النهائي للفاير بليس بغض النظر عن اي نوع احنا عم نحكي من كل هاي الانواع تمام بتقدري تستعملي شو ما بدك بتقدري تستعملي مرايا بتقدري تستعملي رخام التقليديه بدها عزل اوكي اللي بتطلع حراره وكل هذا بتنعزل وبعدين بتغطيها باي غطاء انت بترغبي هلا الناس بحبوا شكل الحجر اجمالا لانه بيعطينا الشعور التقليدي بس هلا احنا كل توجهاتنا غالبا عم تكون مودرن ومعاصره وعم نستعمل مواد معاصره وتاتشز معاصره بتكون الفاير بليس عباره عن قطعه فنيه في صور كتير حلوة حطيتهم عرضهم كلهم المخرج كتير حلوين الخداع البصري هلا كتير دخل فيها الألوان الإضاءة هدول غالبا بالكهرباء هلا الكهرباء إيش مشكلتها أنه ممكن يكون منظرها كتير فيك مش حقيقي في أنواع موجودة بالعالم تعطي شعور النار الحقيقية من غير ما تعطي الدفة طبعا تمام. بس معظم بده يكون واحد حذر لما بيشتري الكهربائية انه ما يكون منظرها مصطنع لانه بالاخر ما قدمت لا خدمة ولا حاجة تمام بس سريعا قديش المسافة بين الفاير بليس لازم تكون ومنطقة القعدة اللي بيقعدوا فيها الاشخاص او العفش يعني كمسافة امان التقليدي المفتوح التراديشنال اللي هو الطوب الحراري لازم يكون في مسافة لانه بيطلع شرارة والشراره ممكن تلقط على سجاده ممكن تلقط على كنبايه الشراره بدنا نبعد يعني بدنا نقول على القليل شيء 80 سنتيمتر تمام 80 لمتر لانه ممكن تنط صح تسوي حريق يعني فيها ريسك شوي عدا عن ذلك كل الانواع الثانيه ما عندنا مشكله فيها احنا بدنا نشكرك المهندس رشا الحلواني اهلا وسهلا فيك ويعطيك العافيه الله يعافيك العافيه وصلنا مشاهدينا احنا وياكم لنهايه حلقتنا لهاليوم احنا بنترككم لكن نبدا باستقبال احنا وياكم بدايه نهار يحمل الخير لكم وللوطن اجمل تحيه لكم من فريق العمل لهذا اليوم من زميلتي العزيزه الكسندرا البوري ومني لانا العطيه أكيد بقولكم بقية يوم ولا أجمل دير بالكم على حالكم وإلى اللقاء مشاهدينا